صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم ملكي رقم خمسة لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية جاء فيه المادة الأولى يعاد تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة الشيخ هيا بنت راشد آل خليفة وعضوية كل من الدكتور جون بولسون السيدة أنديا جونسون السيد يوسف عبد الحسين خلف السيد ستيفن جاغوش، السيد رضا محتشمي السيد إيلي كلايمان السيد راشد عبد الرحمن إبراهيم وتكون مده عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات الماده الثانيه على وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه